خبر آخر، أشارت بعض الدراسات الطبية والتجارب المخبرية عن أن إضافة الحليب إلى الشاي له العديد من الأخطار، منها أنه ممكن يقلل من فوائد كل منهما ويؤثر بشدة على القلب. للحديث بتفاصيل أكثر حول صحة هذه الدراسة ينضم لنا عبر سكايب رويدة إدريس أخصائية تغذية. رويدة مساك الله بالخير. يسعد مساكي، أهلا وسهلا بيكي. يا رويدة، الأخصائيين التغذية قسم، يعني إحنا من يومين قومنا الدنيا على الشاورما، واليوم جايين نقوم الدنيا على الشاي والحليب، وهذا اللي إحنا كبرانين عليهم، ماذا يحدث؟ لا يعني وبعدين يعني انا من الناس اللي مره احب الشاي بالحليب، بالذات شاي الكرك. طيب ايش دول جايين يقولوا؟ ما هذا لماذا يقولون ذلك؟ صححي لنا لو سمحت. والله انا نفسي افهم ليه بيقولوا كذا. يعني ما شاء الله معروف انه الهند اكثر ناس يشربوا شاي بالحليب، صاروا 2 مليار، مصر اكثر ناس يشربوا شاي باللبن، صاروا ما اعرف كم 100 مليون. ففين امراض القلب طيب في الموضوع؟ بالعكس الحليب فيه كالسيوم، والكالسيوم معروف انه مهم لصحه القلب. في دهون بتكون مفيده، في يعني كل عناصر غذائيه كويسه. وطول عمرنا من احنا صغار بنشرب الحليب. كنا نضرب عشان نشرب الحليب، صح ولا مو صح؟ ما نقدر نقول صح، احنا نتعنف على الهواء يا رويد. ما نقدر. طيب لا ما كان عنف، كانت تربية، وكانوا يخافوا على مصلحتنا أكيد، الله يرحمهم اللي راح منهم ويخلي لنا اللي موجودين منهم. لا الحليب أكيد مفيد 100%، لكن ممكن في بعض الحالات طبعا اللي عندهم أساسا مشاكل كوليسترول عالي، عندهم مشاكل في القلب، نقول لهم قللوا الكمية أو خذوا قليل الدسم أو منزوع الدسم. لكن الحليب بريء من كل التهم، ما اعرف مين اللي ما يحبه وقاعد يحقد عليه بالشكل ده. اكيد الحليب مفيد جدا، ما في اي مشاكل للصحه. نعم، ايضا الدراسات يعني في الفتره الاخيره قاعده تتهم كثير من المواد الغذائيه، زي اليوم قاعدين نشوف هذه الدراسه يقول لك الحليب مع الشاي، لكن ليش اختاروا، ليه ما قالوا الحليب مع القهوه؟ ليش قالوا الحليب مع الشاهي بالتحديد؟ يعني ايش المغزى؟ يعني يمكن احنا لما نحطهم سوا يصير في تفاعل كيميائي فبالتالي يصير مضر، ما يعني ما اعرف، ودنا شوي نفسر هذا الموضوع. تفضلي. تتوقع ممكن يكون اللي عمل الدراسه هذا عنده محل قهوه او عنده شركه قهوه وحابب يضرب الشاي؟ ما انت عارفه يعني، بس لا اكيد طبعا هو بيقلل، يعني الشاي بيقلل من امتصاص بعض العناصر الغذائيه منها الحديد مثلا، ولكن يقلل بنسبه ضعيفه، مو انه معناته انه لا ما احط شاي مع الحليب. اذا انا ما احب اشرب الحليب الا بنكهه، ممكن احط له شويه شاي شويه قهوه، لكن المبالغه بالاشياء المضافه في القهوه مثلا او في الشاي، من زنجبيل، من كثير اعشاب يحطوا فيها، فهذه هنا بتبدا انها تعمل تنشيط مره شديد للدوره الدمويه. فممكن انه الاشخاص اللي عندهم جلطات او عندهم مشاكل تاثر عليهم بالسلب. واضح. لكن اذا تفضل. يعني هي في لها في ماني عارفه ايش السبب اللي حدد الشاي عن القهوه، غير انه سبب تجاري بحت ولا شيء. هو يعني بغض النظر عن انها هي قهوه او شاي، بس يعني احنا نتكلم على الدراسه اللي طلعت انه الحليب مع الشاي، لكن زي ما فهمت منك استاذ رويده قبل شوي انه بعض الاشخاص اللي اصلا عندهم مشاكل صحيه ممكن انها تاثر عليهم، او انه كثره يعني شرب الحليب بشاي انه مثلا يعمل ارتخاء في الشرايين، او ممكن ياثر على مستوى السكر، او حتى ياثر على ضغط الدم، فهو استهلاك اي شيء زياده. صحيح. اي شيء استهلاكه زياده حيكون في ضرر، وهذا اللي دائما اقوله، وناخذ كل شيء باعتدال باذن الله ما يصيبنا ضرر. لكن الحالات المرضيه اكيد بيكون لها معدلات معينه لازم انه يلتزموا فيها، ما يقدروا زي الشخص اللي ما عنده مشاكل صحيه. صحيح. ما نقدر نساويهم زي بعض. صح. ولكن تحت اشراف اخصائي ويقدر يحدد له كميات اللي ياخذها، يعني ما تقدري تقولي شيء عام للجميع.